حضرنا اليوم باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى طنجة، وبالضبط إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك، وضعت شكاية بالاغتصاب وبهتك العرض بالعنف. الشكاية هي تعبر عن بؤرة أخرى للاغتصاب وهتك عرض فتيات قاصرات بل تلميذات يدرسن أو يحفظن القرآن، وهن ضحايا ديال إمام مسجد ومعلم قرآني في هذا المسجد بمنطقة ملوسة وبالضبط بقرية الزميج. إذن هذه الشكاية تفضح هذه البؤرة التي ذهب ضحيتها. يعني ماذا سأقول؟ قد أقول عشرات الضحايا، لأن هذا الشخص منذ 7 سنوات وهو يمارس هذه الأفعال الجرمية الخطيرة التي حسب القانون الجنائي المغربي تصل إلى 30 سنة، نظرا لأن جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف تصبح شديدة عندما يرتكبها شخص لديه سلطة على المجني عليها، وهذا معلم قرآني، بمعنى أنه لديه سلطة التعليم على الضحية. بلغ إلى علمي بالأمس ونحن نناقش مع مجموعة من الأساتذة والحقوقيين هذا الأمر، بلغ إلى علمي بأن رئيس المجلس العلمي لعملة طنجة فحص أنجرة قد أوقفه، ولا أعرف فيما إذا كان قد كتب تقريرا وأرسله إلى السيد الوكيل العام، وعليه أن يفعل ذلك لأنه علم بالجريمة، وبالتالي فهو قد أوقف هذا الإمام، أوقفه لسبب معين. هذا السبب أكيد هو عرفه بأنه راه كاين اغتصاب، ما عرفش أنا أكيد، أني كنقول بأن سي الوجدي أكيد غادي يكون دار تقرير حسب ما بلغ إلى علمه من شكايات أولياء الأمور وآباء الضحايا، سيبلغ السلطات المعنية بهذه الجريمة. يعني أسر محافظة وراه باقي لحد الساعة هاد 4 الأسر اللي تنحييهم عاليا، وهاد 4 ديال الضحايا اللي هما عندهم الشجاعة باش أنهم يطرحوا المشكل على القضاء تنحييهم عاليا، وخصنا في الحقيقة أننا ندعمهم والدولة توقف بالدعم النفسي. الدولة حيت راه في القانون كاين أن الدولة خصها تقوم بالدعم النفسي للضحايا والأولياء الأمور ديالهم، ما تخليهمش بوحديتهم. إذا تنحيهم عاليا. باقي الآخرين هذاك يعني العائلات المحافظة في الشمال، يعني صعيب شوية، باقي ثلاثة الأسر اللي دابا الحالة ديالهم باينين معروفين وصرحوا بالأفعال الجرمية المقترفة في حقهم من طرف هذا الفقيه الإمام. باقي سمعنا بانه راه العشرات كاينين، راه من 7 سنين هذه هو تيرتكب في الجرائم البشعه، ما عرفناش شحال من بنت تعقدات، شحال من بنت تكرفص عليها في نفسيتها وفي شخصيتها، ودابا لحد الساعه غادي راه ربما غادي يكونوا راهم ولاو راشدات جدا، وربما راهم تيقراو في التعليم الجامعي، وربما يكونوا تزوجوا، بمعنى انه بؤرة خطيرة بشعة.